هاي، اليوم رح نعمل شوربة البروكولي مع جبنة تشيدر. وصفة لذيذة وطريقتها كتير سهلة. قبل ما نشوف الطريقة كيف، ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا خدمة الجرس تيوصلكم كل شي جديد. أول شي منقلي ثوم وبصل ومنتركهم شي 5 دقايق تيدبلوا. وبعدين منضيف جزر مبروش ومنقليهم. ومنرجع منضيف معلقتين صغار طحين. أما هلأ البروكولي، ومنتبلهم بملح وبهار أبيض وزنجبيل، ومنتركهم شي 5 دقايق. هلأ صار وقت نضيف مرقة دجاج أو فيكم مرقة لحمة. وآخر شي جبنة تشيدر، ومنتركهم على نار متوسطة لنص ساعة. هيدي كانت وصفتنا لليوم. إذا عجبكن الفيديو أو عندكن أي اقتراحات ضيفونا إياها بالتعليقات.